السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا أصدقائي صديقاتي في حكاية جديدة. حكاية اليوم عن كبوت الإنترنت، الوحدة الثالثة، الأسبوعان الأول والثاني. لنستمع جميعا للحكاية. التحقت الفراشة الصغيرة شوشو بسريرها، لكنها لم تنم بل فتحت حاسوبها المحمول وبدأت تتصفح مواقع الإنترنت سرا، لأن والديها منعاها من استخدام الحاسوب بكثرة حفاظا على صحتها. ولجت شوشو أحد المواقع الاجتماعية لتبحث عن صديقة تتحدث معها. فجأة أرسلت إليها إحدى المتصفحات طلبا تدعوها إلى إضافتها إلى قوائم صديقاتها، فوافقت شوشو على الفور. بدأت شوشو تتواصل مع صديقتها الجديدة كتابيا: هل لي أن أتعرف عليك؟ أنا نحلة تنتج العسل، اسمي عسولة، وأنت؟ أنا فراشة جميلة، اسمي شوشو. واستمر الحديث بينهما إلى ساعة متأخرة من الليل. وفي الصباح نادت شوشو أمها باكية: أمي أمي أرجوك، عيناي تؤلمان. أسرعت الأم بشوشو إلى طبيب العيون، وبعد فحصها قال: عيناك مجهدتان جدا، وهذا الألم سببه تعريضهما للضوء الشديد مدة طويلة. لم تتعظ شوشو بما حصل لعينيها، وفي الليل اتصلت بالجديد بعسولة، فطلبت منها هذه الصديقة الافتراضية أن يلتقيا في الغابة قرب المغارة المهجورة للتعارف عن قرب. ولم تكن عسولة في الحقيقة نحلة، بل عنكبوتا غدارا انتحل شخصية نحلة. في اليوم التالي وصلت شوشو إلى المكان الذي وصفته لها صديقتها الافتراضية، وكانت مرتبكة لأن المكان كان مهجورا. فجأة ظهر لها عنكبوت مرعب رمى عليها حباله اللاصقة وأمسك بها. أخذت تصرخ وتنادي صديقتها: عسولة عسولة، أين أنت؟ ضحك العنكبوت وقال: ها ها ها، أنا هي عسولة، وستكونين طعاما لذيذا أتناوله هذا اليوم. لم تكف شوشو عن الصراخ وطلب النجدة. سمعها جندوب شجاع قفز على شبكة العنكبوت فمزقها وحرر شوشو. هربت شوشو مسرعة إلى بيتها، ومن يومها ابتعدت عن استخدام مواقع التعارف والتحدث إلى الغرباء، وصارت لا تستخدم الحاسوب إلا في أوقات قصيرة لإنجاز الأبحاث المدرسية فقط. كانت هذه هي حكايتنا عن كبوت الإنترنت، والمأخوذة عن سلسلة كتب الأطفال بتصرف نفال البزم، وزارة الثقافة الأردنية. حكاية تدور بين ثلاث شخصيات رئيسية، وهي العنكبوت، الفراشة شوشو، جندوب الشجاع،
بالإضافة إلى شخصيتين ثانويتين وهما الأم والطبيب. إذن شخصيات النص، شخصيات الحكاية هي شوشو العنكبوت عسولة التي انتحلت صفة عسولة، وجندوب الشجاع الذي أنقذ شوشو من قبضة العنكبوت، بالإضافة إلى الأم والطبيب. شكرا وإلى اللقاء في حكاية جديدة بحول الله.